الله بالخير، ارحب بجمهور الافتراضي معنا في الاستديو. احنا عشان نقفز لازم تقول لنا سعر شيء. نعم، يلا قول واحده. انا بختار سعر ابل. لا هذه رخيصه. لا احنا نبي الغالي. لان هاي ما اتذكر كم هذه. كم والله ما اعرف خوي، يعني تقريبا كذا 100 كذا 100. طيب نقول 500. وهذا بعد كذا 100 لانه مرجان مشكله. ابد. طب اغلى ساعه اشتريتها في حياتك صدق؟ والله انا ما ابحث عن الغلاء بقدر ما ابحث عن جمالها. طيب من اللي تزوجت بين الاثنين، الغلاء وجمالها؟ اغلى شيء الحقيقه اعطتني اياها الشيخه عليا رحمه، يعني الله يطول لي بعمرها ويحفظها. هي هدتني اياها وهدتني بشكل غاوي. هي كانت تتجول غاوي باللهجه الاماراتيه، يعني جميل جميل وراقي. فهي تتجول فشافت ساعه واخذتها لي، وفي رجعتها الى الهوتيل قالت لي انا اخذت لك ساعه اني افداكم، لا يعني يطول لي بعماركم ويحفظكم. قالت لي لا، وبعد انا سويت شرط، قلت لهم من هذا فنان اذا ما عيبته خلوه يردها وبدلوا، اذا زياده بنزيد واذا ناقص. شفت ايه ايش يعاملوني؟ فرحت رحت هناك واخترت الساعه اللي ابغاها، اللي هي الشوبارد اللي فيها هذه، شو يا ربي كان اسمها نسيته والله، اللي فيها داخل اسد وهذا يلف كذي، متسوي كذي بيديك سومت الماكينه، يعني الفنتك. انا دائما ابحث عن المختلف. طيب ما اعطيتني رقم بس انا بقفزك. الرقم نعم صحيح مشكله بالنسبه للرقم، الشيوخ اعطيني اياها، الشيوخ ما في ارقام عندهم، لا كل مفتوح الارقام. نسي بالخير الشيخ عالية. مليون وشوي. ها مليون وشوي؟ لا 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 كله انقص. لا لا ما توصل لي ذاك المسائل. لا والله صدقني. طيب لا. نقفز علشانك بالمره.